مرة أخرى أرحب بضيفي الكريم عبر الهاتف الأستاذ أيمن العيسوي رئيس الجالية المصرية في روسيا. أستاذ أيمن، يعني ضعني في صورة الانتخابات الخاصة بالمصريين في الخارج من روسيا. أهلا بحضراتكم والتلفزيون المصري. طبعا أول يوم كان امبارح، كانت الانتخابات رغم برودة الجو والثلج كان جامد جدا، لكن إقبال المواطنين إلى حد ما كان كويس. جم معظم اللي كانوا موجودين كان من الشباب، ودي حاجة مبشرة بخير لأن الشباب الواعي المثقف اللي هو جاي عشان بيحب وطنه بيحب بلده. واليوم الأول انتهى في تمام الساعة 9 مساء حسب التوقيت اللي حددته اللجنة العليا للانتخابات. النهاردة بدأنا اليوم برضو 9 صباحا، وكان في توافد طبعا عشان النهاردة أجازة سبت وحد في روسيا، فكان في توافد من المواطنين والجالية كان كويس جدا الحمد لله، وإلى الآن في توافد كتير رغم برودة الجو. يعني ناقص، أقدر أقول لك دلوقتي ناقص 14. نعم، لماذا هذا الإصرار برأيك أستاذ أيمن؟ يعني ملاحظاتك على توجه المصريين في روسيا لصناديق الاقتراع، ما هي الأحاديث الجانبية التي تثار في هذه العملية، عملية الإدلاء بالأصوات؟ الجالية أصلا أو التوافد ده نتيجة حبهم لوطنهم، نتيجة الاستقرار بتاع البلد، نتيجة إن احنا شايفين مصر بتتغير للأحسن، مصر الجمهورية الجديدة اللي الناس بتتمناها، الحياة الكريمة، فكل دوت بيدي للمواطن الأمن والأمان عشان يختار الرئيس بتاعه اللي هيكمل المسيرة. نعم، أستاذ أيمن، ما هي الفئات الأكثر إقبالا على عمليات التصويت لديك؟ الفئات العمرية. الشباب دي حاجة جميلة جدا وحاجة مبشرة. ليه؟ لأن هم دول المستقبل، هم دول اللي شايفين مصر في مستقبلهم هيبقى عامل ازاي، ودي حاجة كانت بتفرحني جدا لما اشوفهم. طب انت ايه رأيك؟ برضو كان الواحد بيتناقش معاهم شايفين الدنيا ازاي، شايفين الدنيا بوردي وحاجة كويسة جدا، وان شاء الله يقولوا لي الخير جاي، واحنا منتظرين وشايفين البلد بتتغير. يعني كل ما بينزلوا بيرجعوا بيصوروا بيوروا أصدقائهم الروس، ودي حاجة جميلة جدا بتفرح الواحد. تصدير القدوة أو مشاركة المصريين بأصواتهم في هذا الحق الدستوري المكفول لهم بالدستور والقانون، يعني كل هذا الأمر يجعل هناك العديد والعديد من الرسائل سواء للخارج أو للداخل. ما هي أبرز هذه الرسائل التي يصدرها المصري؟ حب الوطن، أنا بعتبر هي أهم رسالة، حب الوطن، تكاتف المصريين لما بيكون أولا الناس شايفة الوضع الحالي، اللي بيحب مصر فإذا هو ده أصالة الشعب المصري، هو ده الشعب المصري لما بيحس إن في خطر على بلده بيتكاتف، ودي حاجة جميلة جدا إن نعم. الكل بيتكاتف يبقى إيد واحدة حوالين بلده والقيادة السياسية، عشان كده بيختاروا الرئيس بتاعهم اللي هيكمل المسيرة. نعم أستاذ أيمن، ودي رسالة، دي رسالة لكل العالم على فكرة، هم إن هو ده الشعب المصري، وهي الرسالة الأبرز دائما التي يكتبها أو يسطرها المصريون دائما في المواقف المختلفة. هل من ملاحظات أو معوقات مع حالة الطقس التي تحدثت بها تعوق عملية الوصول إلى المقار المختلفة لعمليات التصويت أو الاقتراع؟ على أي حال أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أيمن عيسوي رئيس الجالية المصرية في روسيا.